لما نتكلم على يعني بعد الشر، لو في انتشار للمرض او في حالات تاني بقت يعني موجوده وسطنا، ايه المستشفيات اللي المفروض يتجهوا ليها؟ نفس فكره اي مرض معدي، هي مستشفيات الحميات والعزل. بس زي فكره كورونا بالظبط، اما مستشفيات الحميات هي اللي بترصد الحالات المعديه لايا كان، حميات سين، حميات صاد، مستشفيات دي كلها هي دي اللي بترصد هذه الحالات. ولكن هو ملوش انتشار وبائي حتى عالميا، الدول اللي بتظهر فيها هي حالات محدوده. ما فيش حاجه اسمها وباء، مش جائحه، مش يلحق بسرعه الاستخبى ده جدري انتشر عند فلان وفلان. هو حاله بتظهر وممكن حاله لشخص ملاصق، يتم العزل، الموضوع ينتهي. ليس فيروس تنفسي شديد زي كورونا هنخاف، لا ده بينتقل ونقفل ولا خالص. بدليل ان هو لم يعلن عنه اعلان نوع من الطوارئ، حالة الطوارئ فقط، يعني تحسبا لتحور او انتشار سريع، ولكن ليس وباء، ليس جائحه. لان هو لو وصلنا وباء او جائحه سيتم تصنيع التطعيم الاجباري الالزامي اللي هو موجود على فكره، ولكن كميات قليله، مش معمم انتاجه، لان العالم مش في احتياج شديد، لان لسنا في جائحه. هو انتشاره عالميا يا دكتور واصل لايه؟ هل لسه بيحقق يعني ارقام كبيره ولا العكس؟ لا، كيرفو بيقل، حالاته فرديه جدا والحالات بتتعافى شويه. اوروبا فيها نوع من شويه الانتشار بسبب بعض العادات اللي موجوده هناك، لكن في دول الشرق الاوسط الحالات تكون جايه من بره وعزلها والموضوع بيستقر تماما.